عليكي وعلى مشاهدينا الكرام، وموجز 9 صباحا. والبداية، تفتتح معامل الحاسب الآلي التابعة للجامعات أبوابها في 9 من صباح غد الخميس وحتى الاثنين المقبل لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق بإجمالي 127,413 طالبا وطالبة، على أن يكون الحد الأدنى لشعبة علم علوم هو 96.6% ولشعبة علم رياضة 92.7% والشعبة الأدبية 80%. وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قيادات الأزهر الشريف إلى عدم الانزلاق إلى جدل بشأن قضية الخطبة المكتوبة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، والاكتفاء بإعلان هيئة كبار العلماء رفضها لهذه الخطبة. عاد الهدوء إلى محيط قسم إمبابة عقب فض قوات من الشرطة تجمهر أهال يتهمون الشرطة بقتل أحد أبنائهم، فيما قررت النيابة استدعاء والد الشاب المتوفي لسماع أقواله وتكليف هيئة الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة. وتفيد تحقيقات أولية لنيابة قسم إمبابة بغرق الشاب بعد هروبه من الشرطة لحيازته مواد مخدرة. تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة جديدة في إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة. اتفقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ورئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار علاء الكحكي على تنظيم مؤتمر في ديسمبر المقبل لاستضافة العلماء المصريين بالخارج لبحث كيفية الاستفادة بخبراتهم. وقد أبدى الكحكي استعداده لتقديم الدعم اللازم لنجاح المؤتمر، مقترحا أن تشمل فعالياته التخصصات المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وصناعة السفن والسكك الحديدية والبنية التحتية. على موضوعات الابحاث ايوه انا بكره هجيب رد تصحيح ان شاء الله دخلت هيلاري كلينتون التاريخ بعد أن أصبحت أول مرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل من قبل الحزب الديمقراطي الذي أعلن رسميا ترشيحه لها، على أن تقبل كلينتون البالغة من العمر 68 عاما هذا الترشيح في ختام مؤتمر للحزب مساء الغد. California, the state with lots of energy. لا نزال في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي، حيث انسحب أنصار المرشح السابق بيرني ساندرز من المؤتمر احتجاجا على ما يقولون إنه فساد وتحيز في عملية اختيار هيلاري كلينتون مرشحة لانتخابات الرئاسة. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفن دي مستورا أن المحادثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي أثمرت اتفاقا يسمح بالمضي قدما نحو جولة محادثات سورية جديدة في جنيف أواخر أغسطس المقبل. Will take visibly place. This will in أصيب 6 فلسطينيين أثناء اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هدمه منزلا شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقد منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل المصابين. Thank you.
طردت قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية مسلحي داعش من عدة مواقع غربي بنغازي، فيما قتل قيادي مسلح يدعى أبو حفص الليبي وهو مطلوب للولايات المتحدة في غارة للجيش الليبي غربي المدينة. تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للقاهرة السبت المقبل لبحث طلب مصر الحصول على دعم مالي. وكان وزير المالية عمرو الجرحي أعلن أن مصر تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد. رياضيا، يلتقي فريق زمالك في 7:30 مساء نظيره صن داونز الجنوب افريقي في اياب دور المجموعات بدور ابطال افريقيا لكره القدم، ويسعى الزمالك للفوز ليتقاسم صداره المجموعه الثانيه التي يتصدرها صن داونز برصيد 6 نقاط. في البطولة نفسها يحل الأهلي في 8:30 مساء ضيفا على الوداد المغربي في الجولة الرابعة بدور المجموعات، ويبحث بطل مصر عن الفوز للحفاظ على أمل ضعيف في التأهل إلى دور الثمانية، حيث يتذيل المجموعة الأولى برصيد 1 نقطة من 2 خسارات و1 تعادل. أعلن لاعب التنس السويسري روجي فيدرا حامل لقب السبعة عشر دورة كبرى أن إصابة ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بما في ذلك أولمبياد ريو دي جانيرو التي تنطلق الأسبوع المقبل. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري. فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا.